يعطيكم العافية. تعالوا نراجع مع بعض معاني القطعة الثانية عندكم في مادة التوجيه، اللي هي القطعة اللي بتحكي عن using technology in class أو in Jordanian classrooms. عندنا أول معنى حبايبي اللي هو كلمة plug، excellent اللي هي معناها أو online diary اللي هي معناها مفكرة أو سجل إلكتروني. ثاني معنى عندنا اللي هو email exchange، مبين اللي هو تبادل الإيميلات، ممتازين. filter اللي هو برنامج حكينا اسمه filter المعلومات. ICT اللي هو abbreviation، اختصار ل information and communication technology اللي هو تكنولوجيا المعلومات والاتصال. عندنا كلمة identity fraud اللي هي تزوير الهوية، ممتازين. identity fraud تزوير الهوية. post مبينة بتعرفوها اللي هي بمعنى ينشر، to post something يعني. social media اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي كمان معنى جدا سهل. وعندنا كمان الوايت بورد اللي هو اللوح التفاعلي. وفي عندنا كمان كلمة user، use يستخدم بمعنى verb، أما user بتصير noun اللي هي بمعنى مستخدم. عندنا كلمة web building program اللي هو برنامج بساعدني على صناعة موقع، أما الويب هوستينج برنامج عفواً بساعدني على استضافة ملفات للموقع أو خدمة للموقع.